مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى برنامجنا الجديد من الشرق. نستكمل هذا الأسبوع مشاهدينا الكرام ما كنا قد بدأناه في أسابيع سابقة حول موضوع العلاقات الروسية العربية، ولكن هذا الأسبوع على خلفية التقسيم الحاصل على الواقع، وعربيا حول العرب القدامى والعرب الجدد في العلاقات الروسية العربية. اسمحوا لي أولا أن أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور مغازي البدراوي، الكاتب الصحفي المتخصص بالشؤون الروسية في جريدة البيان. دكتور مغازي، أهلا بك مجددا ضيفا عزيزا على صانعو القرار ومن الشرق. دكتور مغازي، نبدأ من النقطة التي توقفنا عندها في حلقات سابقة عندما قلت إن على العرب أن ينسوا الجمعية الخيرية السوفيتية التي كانت تعطي دون مقابل، وإذا أرادوا أن يتجهوا صوب موسكو في هذه الأثناء عليهم أن يأخذوا بعين الاعتبار مسألة المصالح المشتركة. ماذا يمكن أن نستكمل حول هذه النقطة بالتحديد؟ هو الواقع، يعني حتى نستكمل هذه النقطة لابد أن نوضح إيضاح أن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كان في فترة التسعينات في روسيا، وكانت تعتبر فترة يعني من أسوأ الفترات في تاريخ روسيا نفسها. كان فيها انهيار اقتصادي، وكان فيها فساد، وكان فيها أشياء كثيرة جدا. في فترة التسعينات كان واضح جدا إهمال موسكو للمنطقة العربية وللشرق الأوسط وللقضايا العربية تماما، وحتى لآسيا كلها. كان هناك توجه مباشر وكامل ناحية الغرب وواشنطن في عهد الرئيس يلسن. ده بحكم ان كان في مجموعة بتحكم بجوار الرئيس يلسن في الكريملين. هذه المجموعة كانت تقريبا مصالحها كلها مرتبطة بالغرب وواشنطن. عفوا للمقاطعة، يمكن أن نقول أيضا أن الداخل الروسي كان يعاني من حالة من الشيزوفرونيا نتيجة تبعات تفكك الاتحاد السوفيتي. ده صحيح فعلا، ودي نقطة مهمة جدا، لأن المجتمع الروسي نفسه خارج من فترة الحكم الشمولي السوفيتي 70 سنة، وكان بالنسبة له كان عنده إحساس أن هو في سجن ليس له أي صلة بالعالم، يسمع فقط ما يملى عليه أو من الأخبار اللي بيوجهها السوفيت نفسهم. وبالتالي الشعب نفسه لم يكن عنده أي اهتمام لا بمنطقة الشرق الأوسط ولا العرب ولا آسيا، كان كل تركيزهم الغرب المنافس والغرب اللي هو مجتمع الحرية والديمقراطية وكل ما يقال عن هذا المجتمع. هذه الفترة عانت العلاقات العربية، كان فيها علاقات عربية روسية لكنها كانت علاقات سطحية جدا وليست ذات أي فاعلية. لما انتهى حكم رئيس يلسن، استلم رئيس فلاديمير بوتين الحكم في عام 2000. اتضح من البداية ان بوتين عنده توجه دولي بشكل عام، الى جانب اهتمامه بالقضايا الداخلية. اتضح ايضا ان هناك اهتمام بالمنطقة العربية، لان هذا الامر وصول بوتين تواكب مع احداث 11 سبتمبر في نيويورك، صحيح، ومع التركيز على منطقة الشرق الأوسط والحملة الأمريكية على الإرهاب، وجاء الحرب على العراق واحتلال العراق. فأصبح إذا كان هناك توجه دولي لابد أن تهتم بمنطقة الشرق الأوسط. وفعلا أصبح هناك واضح أن هناك استراتيجية لدى الكريملين تجاه منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. في 2004 بدأ يتصاعد موضوع الأمن النووي الإيراني، صحيح، وبالتالي أصبح المنطقة في يعني في سنتر أو في مركز بؤرة الاهتمام السياسي لروسيا وموسكو. صحيح، المسائل تشابكت في المنطقة، فأصبح الخليج منطقة الخليج مع إيران مع العراق، فأصبحت روسيا مهتمة بهذه المنطقة. الموقف الروسي كان رافض تماما للحرب في العراق والدخول في العراق، وبالتالي أصبح هناك في تضاد في المصالح إلى حد كبير ما بين موسكو وواشنطن. نأتي هنا ونسأل أين العرب؟ العرب كان واضح تماما وما زال واضح أن كان في عدم اهتمام كبير منهم بالدور الروسي، لأنه ما كانش في رؤية للدور الروسي، صحيح، وأهداف روسيا على الساحة الدولية وماذا تريد وماذا تسعى، وكان في شك هل الدور الروسي يستطيع فعلا سوف يكون فاعلا أم لا، أو يستعيد مثلا وجوده على الساحة الدولية أم لا.
يعني ولا وإن كان للأسف مرحلة الشك العربي طولت طالت كتير لأن العالم كله تدارك المسألة إن فعلا في تواجد روسي وفي اهتمام روسي. طبعا هنا إجا التقسيم اللي احنا قلناه اللي حضرتك تفضلت بيه في البداية، العرب القدامى والعرب الجدد. إيه اللي مقصود بهذا التقسيم؟ العرب القدامى هم الدول العربية اللي كانت على علاقات بالاتحاد السوفيتي السابق، وهذه الدول كانت متمرسة في علاقاتها ولديها خبرة كبيرة بالتعامل مع الاتحاد السوفيتي. وانتهى الاتحاد السوفيتي، أصبح هناك توجه لدى روسيا إلى العرب الجدد. المصطلح هذا احنا لم نخترعه، هو موجود في روسيا وفي الساحة. عندما نتحدث لنحدد العرب القدامى يمكن أن نقول سوريا، مصر، الجزائر مثلا. نستطيع أن نحدد دول سوريا، مصر، الجزائر، اليمن، السودان، يعني هذه ليبيا، هذه الدول التي كانت على علاقة وطيدة، علاقات عسكرية وعلاقات سياسية واستراتيجية بالاتحاد السوفيتي. بغض النظر كان توجهها اشتراكي، كان توجهها رأسمالي، هذا لا يهم، لأن كان في ارتباط بموسكو وكانت موسكو متفاعلة معاهم. العرب الجدد نقدر نسميهم حسب ما يصفوهم في موسكو، هي الدول العربية الأخرى التي لم تكن على علاقات مباشرة ووطيدة بموسكو، مثل دول الخليج العربي. طبعا العراق يحسب على العرب القدامى، لا يحسب على العرب الجدد العراق، لأن كان له علاقات وطيدة بموسكو. صحيح. في علاقات حتى استيراد سلاح كبيرة. صحيح. ممكن نقول مثلا دولة مثل الأردن، الأردن مثلا، ودول الخليج العربي. هذه تعتبر في ارتباطها أو دخولها في علاقات قوية مع الاتحاد السوفيتي تعتبر جديدة. روسيا دخلت من منطلق اقتصادي في عهد فلاديمير بوتين، وروسيا طلعة تريد أن يعني إنتاجها أو ثروتها من الطاقة مثل النفط والغاز، تستلزم عليها أن تكون على صلة بأسواق النفط والغاز، وبالتالي كان لازم يكون عندها توجه ناحية دول الخليج بالتحديد. دول الخليج الصراحة في البداية كان في شيء يعني ما يشبه التخوف، لكنه كان تخوف مرتبط بدراسة رؤية، يعني هل ممكن نحن نستفيد من روسيا في شيء؟ طبعا روسيا اعلنت ان هي ليس لديها اي ايديولوجيات ولا شيوعيه ولا اشتراكيه. هذا ما اردت التوقف عنده دكتور مغازي لو سمحت. في زمن الاتحاد السوفيتي السابق كان التوجه نحو العالم الخارجي يتم من اجل نشر الايديولوجيا، اما الان فانه مساله انتشار من اجل الحفاظ على الامن القومي الروسي، ليس كذلك؟ وتبادل المصالح. يعني هو حتى إذا أنصفنا أيام الاتحاد السوفيتي لم يكن التوجه أيديولوجي 100%، لأن مثلا لو شفنا الاتحاد السوفيتي كان على علاقات وطيدة جدا بدولة زي الهند، دولة رأسمالية وتوجهها رأسمالي واضح، ولم يكن هناك توجه أيديولوجي ناحية الهند حتى مع الدول العربية. يعني احنا لو شفنا دولة زي مصر، توجه الاتحاد السوفيتي الأيديولوجي كان مرفوض من البداية في زمن الرئيس عبد الناصر، وبالتالي هم تعاملوا مع المسألة ان ممكن يبقى في علاقات بدون توجه ايديولوجي. هم كان لهم مصالح، الاتحاد السوفيتي كان بيتعامل كدولة كبرى عظمى لها مصالح وتريد ان تعمل هذه المصالح في مناطق حيوية في العالم. الان ما فيش توجه ايديولوجي اطلاقا عند روسيا، بالعكس يعني روسيا انفتحت على العالم وانفتحت على عندها نظام اقتصاد السوق الحر، وبتتعامل مع كل دول العالم بلا استثناء. صحيح. اطلاقا حتى اسرائيل نفسها العلاقات الروسيه مع اسرائيل جيده الى حد كبير. يعني اما نيجي ننظر للعرب، العرب يعني ما زالوا عندهم النقطه الايديولوجيه. انت بتعرف يعني المجتمعات العربيه مجتمعات متدينه ومجتمعات. صحيح. عامل الدين يؤثر فيها. صحيح. الى حد كبير، ونقطه الالحاد او الشيوعيه ما زالت راسخه شويه في المجتمعات العربيه. العلم انه الاتحاد السوفيتي انهار قبل اكثر نحو يعني عقدين من الزمن تقريبا، وبعدين حتى المساله كان مبالغ فيها. صحيح. بالدعايه الغربيه. صحيح. يعني فلنقل فعلا، يعني انا اذكر مثلا لو اديت لحضرتك مثال من اسبوعين تمر الذكرى على انطلاق رائد الفضاء السوفيتي يوري جاجارين، اول انسان يصعد الى الفضاء. صارت اشاعه ان يوري جاجارين خرج للفضاء وقال الكلام ده سنه 64 لما طلع اظن، وقال صعدت الفضاء ولم ارى الله. هذه الاشاعه وضعت
من الدعاية الغربية لتنتشر في العالم العربي بالتحديد. يعني حتى مثل آخر لنتوقف عنده دكتور مغازي، حتى القول الذي اعتمد من أجل نشر صورة الإلحاد عند الشيوعيين السوفييت ما جاء على لسان كارل ماركس، نقل مجتزأ الدين أفيون الشعوب، ولكن كارل ماركس أعتقد أنه قال إذا لم يجد الإنسان أي فكر أيديولوجي يشغله فإن الدين سوف يتحول إلى أفيون الشعوب، وهذا ما حصل بالتطرف الديني يعني على مستوى العالم. حتى لا ندخل في النظرية الماركسية هي تشوهت في الناحية الدينية في شرحها يعني. لكن لو استكملت لك الطرفة هذه، ان يوري جاجارين اجت طلعت بعده الفضاء فالنتينا تريشكوفا، اول امرأة تصعد. صحيح. صحيح. فالنتينا تريشكوفا كان في عام 2002 في القاهرة، كانت هناك في مناسبة الذكرى اعتقد 50 للسد العالي او ذكرى 40 للسد العالي، بناء السد العالي. سألوها هناك هل صحيح ان يوري جاجارين قال في الفضاء لم ارى الله؟ قالت هذه الكلمة لم نسمع بها إطلاقاً. وقالت وعلى فكرة إن يوري جاجارين لم يكن ملحداً كاملاً، كان مؤمناً إلى حد ما. يعني شوف قد إيه إحنا كنا مسيرين بالدعاية الغربية في زمن الحرب الباردة. صحيح. فمسألة الإلحاد والشيوعية ارتبطت عندنا بروسيا. روسيا انتهى فيها الإلحاد وأصبح هناك حتى الشيوعيين أصبح عددهم بسيط هناك، والمجتمع بقى متدين. روسيا فيها يقولوا فيها أكثر من 30 مليون مسلم. صحيح. وفيها جمهوريات داخلية. صحيح. إسلامية. صحيح. كاملة. صحيح. والإسلام فيها قوي جدا. صحيح. وفيها علماء إسلام. المسألة إن إحنا العرب أصبحنا شعبيا متخوفين، فلنقل هذا الشعوب قد يكون لديها مبررة، لكن الأنظمة العربية ما مبررها؟ ليس لها مبرر، لأن تتعامل بالسياسة. بالتأكيد. وبالتالي الأنظمة يعني لو قلنا العرب الجدد، خلينا العرب القدامى بعدين، لأن العرب الجدد هم الأهم الوقتي. بنلاحظ أن حصل في سنة بعد أحداث سبتمبر أصبح التحرك الأمريكي يعني في المنطقة سيء جدا. أصبح في ضغوط على أنظمة عربية خليجية زي المملكة العربية السعودية، ضغوط شديدة واتهامات مباشرة ليها بأن هي منبع الإرهاب والقاعدة و أصبحت المملكة العربية السعودية كان لابد أنها تتخذ موقف وتبادر. فعلا كان أيامها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، كان أيامها ولي عهد في عام 2003. حصل مسألة في أسعار النفط في 2003، أن أسعار النفط أصبحت تتذبذب وتنزل، وأصبح المسألة وكأن فعلا في مخطط يعني لهذه الدول المنتجة للنفط. قرر الملك عبد الله في سبتمبر 2003، كان أيامها ولي عهد، انه يتوجه الى موسكو. زيارة كانت غريبة جدا، اثارت ردود فعل قوية جدا في الغرب، واذكر انني قمت بتغطية لقاء القمة في الكرملين في هذه الفترة. صحيح. فعلا. صحيح. وكانت زيارة غريبة للغاية يعني، اثارت تساؤلات شديدة واثارت تخوفات وقلق في الغرب. انا بعتبر هذه الزيارة للملك عبد الله بن عبد العزيز كانت بداية انفتاح علاقات. صحيح. الخليج، دول الخليج على روسيا الحديثة، روسيا عهد بوتين، فلاديمير بوتين تحديدا. وأذكر في هذا السياق عندما كان الملك عبد الله خلال هذه الزيارة على مائدة الحوار أمام بوتين، قال أمام الصحفيين إن بوتين رجل وفي لشعبه ووفي لأمته الروسية. أيوة. والمملكة العربية السعودية سوف تقوم بدعمه. أيوة فعلا. واتضح بعد كده أن العلاقات السعودية الروسية ابتدت مش تتطور ولا تنمو، تقفز قفزات. صحيح. صحيح. فعلا بشكل لدرجة ان اتقال حتى اشاعات لا ده السعودية وروسيا والصين هيعملوا تحالف استراتيجي. صحيح. صحيح. وابتدت روسيا تدخل مع السعودية في علاقات، وابتدى يحصل مؤتمرات داخل السعودية روسية ضد الارهاب و طبعا السعودية كدولة رائدة في منطقة الخليج، الدول الخليج الاخرى بتتحسس خطى المملكة السعودية الى حد كبير يعني. فابتدى يحصل شيء من الانفتاح الخليجي على روسيا، وابتدى فعلا يدخلوا في علاقات تجارية. والمميز لهذه العلاقات بين دول الخليج ودولة زي روسيا ايه؟ اللي حضرتك قلته في الاول، ان العرب القدامى بيتعاملوا مع روسيا على انها الجمعية الخيرية السوفيتية اللي هي تعطي بلا مقابل، وان هم تعودوا ان روسيا بتعطي ما تريد شيء يعني غير انها بس يعني ايه تبقى متواجده. هذا المنطق
يعني حتى ايام الاتحاد السوفيتي لم يكن صحيح، كان وهم لدى العرب. صحيح. الان بالتحديد لا يمكن ان يكون صحيح اطلاقا، لان روسيا الان دولة تعمل بانفتاح مصالح مشتركة، منفعة مشتركة، اخذ وعطاء بالتأكيد، وعلاقات تعاقدات واتفاقات. دول الخليج العربي دخلت في علاقات مع مع روسيا فعلا من هذا الباب، من هذا الباب، من باب العقود التعاقد بين طرفين يرغبان في قيام يعني مصالح مشتركة. بدأنا نشوف أنشطة روسية في المنطقة، بدأنا نشوف تواجد روسي شعبي في منطقة الخليج، في السياحة، في الأنشطة. فابتدى فعلا دول الخليج تنفتح على روسيا، ابتدينا نشوف معارض السلاح في دول الخليج تشارك فيها روسيا مشاركة فعالة. صحيح. جدا. ابتدينا نشوف شركات النفط الروسية بتعمل في دول الخليج، يعني مشاريع كتير جدا، وابتدت روسيا تواجدها في دول الخليج يظهر بشكل واضح جدا. لو جينا للعرب القدامى وهم المشكلة الأساسية في العلاقات مع روسيا، يعني بالنسبة للعرب الجدد كمان، لو أنا قلت إن احنا بنضيف إليهم دولة مثل الأردن، الأردن كان لها علاقات قديمة مع روسيا، لكن علاقتها مع روسيا في عهد الملك عبد الله الثاني وبوتين في روسيا واضح انها تطورت بشكل كبير جدا جدا وشكل جيد جدا. اقدر اقول يعني الملك عبد الله يعتبر حتى في روسيا بيسموه موسوع في موسوعه جينز في الزيارات الرسميه، في الزيارات، عدد الزيارات، عدد الزيارات اكثر مسؤول. صحيح. اكثر زعيم او رئيس زار روسيا في عهد الرئيس بوتين. وحتى هناك معلومه قالها لي مدير البروتوكول في وزاره الخارجيه الكسندر زتسايف، قال لي ان الروس يسمون الملك عبد الله جيفار العرب. يعني هو صح، الملك عبد الله فعلا يعني لديه رؤية في التعامل مع روسيا، أنا بعتبرها رؤية جيدة جدا، لا يوجد عنده أي تحفظات ولا تخوفات للأسف الشديد. يعني هو لا شك ملك شاب، نقدر نقول خبرته برضو ليست كبيرة على الساحة، لكن هو تدارك أشياء كثيرة جدا لم يتداركها زعماء، يعني مش عايز أقول عواجيز وكهلة في الحكم في الدول العربية في التعامل مع روسيا. صحيح. وكان بيتعامل معاه بمنتهى الثقة. وفي نقطة خطيرة جدا العرب ما يعرفوهاش في الروس، ودي مهمة جدا، الأوروبيين يعرفوها كويس جدا، وهي يعني من أيام شارل ديغول كان يقول الروس إذا عملتهم بحسن نية وبثقة صحيح. يبادلوك الأمر جيدا جدا ويصبحون خلفاء بكل ما في الكلمة جدا، ويتعاملوا بثقة. صحيح. ثقة تامة. صحيح. للأسف الشديد الروس من التراث العهد السوفيتي لم تتكون لديهم ثقة في العرب. طبعا احنا نذكر الاحداث السيئه اللي حصلت وطرد السوفييت من مصر في 71، دي كانت مسائل طبعا بتجعل الروس وهروله ناحيه امريكا من الزعماء العرب، كانت بتجعل الروس لا يثقوا في العرب نهائيا يعني. وبالتالي مساله انك تسترد هذه الثقه الان مساله صعبه، وبتحتاج فعلا جيل جديد من الحكم ومن انظمه الحكم. انا بعتبر الملك عبد الله الثاني في الاردن نموذج لهذا الجيل الجديد. صحيح. اللي من الممكن فعلا ان هو يعني يحسن صورة العرب عند دولة زي روسيا بترجع للساحة الدولية والعالم كله بيعترف بوجودها. لاحظنا أيضا دكتور مغازي عندما نتحدث عن وصول فلاديمير بوتين أن العلاقات الروسية على المستوى الدولي شهدت الكثير من الزخم مع بداية عهده. لاحظنا عام 2000 مثلا مع وصول بوتين إلى سدة الحكم في الكريملين، عدد كبير من الزعماء العرب قاموا بالفعل بزيارة موسكو. عام 2000 مثلا على سبيل المثال طارق عزيز زار موسكو، ياسر عرفات أكثر من مرة زار موسكو، نايف حواتمي زار موسكو، ولكن لم يصار إلى تفعيل الدور الروسي على مستوى قضية الشرق الأوسط بالشكل الذي دلت عليه هذه الزيارات أو دل عليه الزخم بهذه الزيارات. وقيل وقتها في إطار ما قيل أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تمارس نوع من الضغوط على الدول العربية من أجل تهميش الدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط. إلى أي مدى برأيك هذا الكلام صحيح؟ وطبعا هذا الكلام واقعي وصحيح. الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن تسعى إلى تشويه سمعة روسيا وتهميش دورها والتقليل من شأنها، في حين ان هي في تعاملها مع روسيا المباشر في قضاياهم هي بتكبر روسيا كتير جدا يعني، ولكن عند العرب تقلل من شأنها. زي ما حضرتك قلت الزيارات
كانت كتيرة جدا وما زالت على فكرة وما زال الزعماء العرب يهرولوا زيارات. حتى أذكر في تلك المرحلة أن من كسر الجمود وكسر مسألة استفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالقرار الشرق الأوسطي تم في موسكو خلال اجتماع ما بين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الروسي السابق رئيس الوزراء الحالي فلاديمير بوتين، عندما تم الإعلان عن أحياء دور اللجنة الرباعية المعنية بقضية الشرق الأوسط. لجنة رباعية دولية والعرب رحبوا بالدور الروسي فيها. حتى التصريحات الروسية التي كانت تصدر عن وزير الخارجية في حينه إيغور إيفانوف كان يقول دائما أن روسيا تعتزم استعادة دورها كاملا كراعية ثانية للعملية السلمية في الشرق الأوسط. هو ده صحيح 100%. وكان من الممكن الأمور تتطور بشكل إيجابي والعلاقات تستمر بشكل إيجابي. يعني عشان نعترف، هو دخل موضوع النووي الإيراني على الخط وأفسد أشياء كتيرة. احنا بنلاحظ حضرتك بتقول الزعماء العرب زاروها كتير. إيريل شارون رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أو السابق زار روسيا أثناء فترة حكمه خمس مرات. شيمون بيريز زارها أيضا كان خلال فيها رولة إسرائيلية صح. قرأوا يعني التحول في الدولة الروسي واكتشفوا أن روسيا بتعود في المنطقة بفاعلية قوية جدا صحيح. وابتدوا يهرولوا على روسيا بشكل كبير جدا. إذن المسألة أصبح فيه تواجد روسي موجود وملحوظ في المنطقة. طيب الأمر بيستلزم هنا إن إحنا العرب نعمل توازن في القوة في المنطقة. إحنا أصحاب القضايا نفسها أو إحنا المتضررين، إحنا الضحية في هذه المنطقة، على الأقل نبحث عن التوازن. هذا التوازن المملكة العربية السعودية بحثت عنه واشتغلت عليه كتير صحيح. مع روسيا صحيح. لكن لو جينا نشوف العرب القدامى وحتى بالتحديد دول الطوق اللي بيسموهم حول إسرائيل، لا أعتقد إن هم سعوا بجدية ناحية هذا التوازن. يعني لن أسمي دولة بالاسم لأن أنا حتى لا أستثني أحدا منهم، يعني باستثناء الأردن اللي اتكلمنا عنها لكن لم أشعر ولم يشعر أحد أن العرب سعوا. طبعا لغة الدبلوماسية ما أجملها وما أكثر منها، ونرحب بالدور الروسي ونؤيد الدور الروسي، لكن هذا مجرد كلام دبلوماسي. حتى الروس سموهم زعماء الدبلوماسية صحيح. إن هم بيجوا بيقولوا كلام لكن بيروحوا بيعملوا كلام آخر تماما. يعني فعلا بالعكس زاد الاهتمام أو الهرولة ناحية واشنطن أكثر في الوقت اللي ظهر الدور الروسي على الساحة الدولية بقى أكبر وأقوى. يعني في الوقت اللي روسيا بتجذب فيه أوروبا إليها والعالم كله إليها، العرب بيبعدوا أكتر صح. ودي مسألة كان غاية في الخطورة وتصير أسئلة يعني طيب. في بعض المراحل دكتور مغازي عذرا على المقاطعة، تحدثت قبل قليل عن الزيارة التاريخية التي قام بها عن العاهل السعودي الحالي عندما كان وليا العهد الملك عبد الله، وعن أن هذه الزيارة شكلت نقلة نوعية في الارتقاء بالعلاقات الروسية السعودية نحو مستوى أفضل، ولكن بعد حوالي سنة أو سنتين من تلك الزيارة شهدت العلاقات السعودية الروسية نوعا من التراجع النسبي، وهناك من قال إن أسباب ذلك تعود إلى تحريك الملف الوهابي داخل روسيا من خلال الجماعات الشيشانية المتطرفة التي يعرف القاصي والداني صلاتها بجهات استخباراتية خارجية من ضمنها CIA صح. يعني هو المسألة طبعا، يعني أنا في اعتقادي يعني كتخصصي علاقات دولية، إن العلاقات الصحية بين الدولتين هي اللي ما تبقاش إيجابيات فقط. يعني هل يمكن القول أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تخشى من التقارب في العلاقات بين السعودية وروسيا وما زالت تخشى بشكل قوي ترددت جدا؟ ترددت معلومات دكتور مغازي لا أدري مدى صحتها، ولكن خلال تلك الزيارة عام 2003 أن السعودية كانت تبحث في نقل 80% من أرصدتها في الولايات المتحدة الأمريكية إلى روسيا. هو قيل إلى روسيا وقيل إلى الصين. وحصل يعني حسب ما شفنا في الإعلام أن حصل نقل فعلا لمئات أكثر من 170 مليار دولار إلى آسيا بشكل عام يعني صحيح. وقيل ما هو أكثر من ذلك أن روسيا والصين والهند والسعودية شكلوا ما هو تحالف خاص بينهم لضرب المصالح الأمريكية ومقاومة الوجود الأمريكي في المنطقة. قيل أشياء كثيرة. العلاقات السعودية الروسية لا نستطيع أن نقول أنها وردية تماما، بيشوبها بعض الأشياء، وخاصة أنها دخلت في الدور العملي وتعامل الشركات. من ممكن نحن نشوف
عقد مثلا لشركه روسيه ورفض مثلا اتفق عليه وبعدين رجع رفض، هذا شيء انا بعتبره ظاهره صحيه، معناها ان في تعامل مصالح ليس تعامل مجاملات ولا سياسه، تعامل مصالح، عروض جيده ناخدها، عروض ليس جيده لا ناخذها، هذا شيء. لكن التوجه، احنا لو شفنا الزياره اللي قام بيها فلاديمير بوتين للمنطقه وزار فيها السعوديه، استقباله في السعوديه كان اكثر من رائع، مميز يعني حتى الملك عبد الله بن عبد العزيز اهدى له الوسام وقال له كلمه خطيره، قال له هذا الوسام لا يعطى الا للرجال الصادقين صحيح. الذين صحيح. يدافعون عن صحيح. الحق صحيح. وانت منهم صحيح. طبعا التعبير هذا الاعلام العربي ممكن ما يلتفتش ليه، لكن في الغرب بيلتفتوا ليه وبيهتموا بيه بشكل كبير طبعاً. جدا. لو جينا نشوف العرب القدامى اللي هم في بؤره الصراع بتاع الشرق الاوسط، نجد ان هم بيتعاملوا مع روسيا بشكل يعني زي ما قلنا الدبلوماسيه جيده، لكن الواقع لا شيء صح. ولا استثني منهم احد بصراحه، يعني حتى المفاجاه الناس تسالت سؤال، اين كانت روسيا في غزه حرب غزه، وكتب يعني وللاسف كتاب عرب كتبوا كلام سيء جدا في روسيا، هاجموا فيه وان روسيا لم تفعل، وده عادتنا مع روسيا نسال ما عملتش حاجه، احنا لم نفعل شيء لروسيا اطلاقا مثل ما إطلاق. كانوا ينتظرون الجيش الاحمر لتحرير كانوا متصورين ان روسيا يعني ما زالت مسيطر عليهم، فكره الجمعيه الخيريه السوفيتيه اللي من نفسها طوعيا تعطي وتعمل بدون اي مقابل. روسيا في غزه كانت متواجده رغم الاعلام العربي اخفى تواجدها، في طائرتين مساعدات وصلوا لغزه، واسرائيل رغم اعتراضها للكثير من المساعدات لم تستطع اعتراض هذه بالتأكيد. حتى لا تفسد علاقات مع موسكو، مع موسكو. وسمحت المساعدات الروسيه تدخل تكشف الاعلام العربي لا يذكر اي شيء عن هذا للاسف الشديد، محاربه روسيا في الاعلام العربي بشكل صحيح. سيء صحيح. روسيا اقترحت اشياء كثيره اثناء الحرب لم يلتفت العرب ليها او المهتمين في المنطقه لم يلتفتوا ليها اطلاقا. واحد يسأل طيب ما روسيا في 2006 لما حماس فازت في الانتخابات العالم كله قاطع حماس حتى العرب قطعوها، لم تجرؤ دولة عربية على استضافة مسؤول من حماس، موسكو استقبلت الدولة الوحيدة اللي استقبلت وفد حماس صحيح. صحيح. وخالد مشعل بالوفد كله صحيح. يصل إلى موسكو والدعم والتأييد. اجت حرب غزة، طيب أين حماس نفسها من موسكو؟ من موسكو صحيح، هذا سؤال صحيح. ابتعدت حماس صحيح. عن موسكو، غرقت على طاولات المفاوضات والحوارات والصلاحات وكما يقولوا حوارات الفنادق والقاعات، وابتعدت تماما وجنبت وهمشت دور موسكو تماما. هذا الكلام هذا دكتور مغازي عذرا للمقاطعة يقودني إلى التوقف لمجرد التوضيح على أن العرب للأسف لم يتمكنوا من اكتشاف والتعامل مع الثقل والزخم في الدور الروسي على الساحة الدولية، وهذا بينما اكتشفت إسرائيل هذا الأمر من خلال ما تحدثت عنه قبل قليل، مسألة الطائرتين المحملتين بالمساعدات، ومن خلال مسألة أخرى، يعني المسألة لا تعود إلى عام 2009 والعدوان الإسرائيلي على غزة، المسألة تعود إلى عام 2000 عندما كان الرئيس الإسرائيلي الحالي شمعون بيريز وزيرا للعلاقات أعتقد التعاون الإقليمي في تلك المرحلة، زار موسكو وأجريت معه مقابلة خاصة، قال لي بالحرف الواحد إن موقف روسيا المعتدل وغير المنحاز لأي طرف سيكون مسموعا على المستوى الدولي. إذن إسرائيل اكتشفت هذا التوازن على صعيد الموقف الروسي، بينما العرب للأسف فشلوا حتى الآن في اكتشافه. ده شيء يعني للأسف مؤسف شديد بشكل جاي كبير جدا. المسألة الخطيرة ان احنا العرب حتى لو سالنا انفسنا من يعني الدور الروسي مفيد لنا ام لا، بالقطع مفيد، يعني حتى هناك يعني انا بتكلم كواحد يعرف روسيا وعاش فيها، التعاطف الروسي مع القضايا العربيه كبير جدا. روسيا لا يمكن ان تراهن على اسرائيل، هذه قاعده. روسيا حتى لو قرأنا في السياسة الروسية إسرائيل بالنسبة لروسيا في التعامل السياسي أو الاستراتيجية السياسية تعتبر ورقة محروقة صحيح، لن تستفيد منها. ليه؟ لأن هي عارفة مدى ارتباط إسرائيل بواشنطن، وبالتالي فمسألة أن روسيا يعني تراهن ضد العرب على إسرائيل هذا شيء مستبعد تماما. تاريخيا واستراتيجيا جغرافيا
روسيا تعتبر ان البعد العربي الجغرافي يدخل في اطار امنها الاقليمي، وبالتالي مصالحها